السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عيدكم، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحيحة والهنا نتوما ووليداتكم والعائلة، وان شاء الله العام الجاي يكون احسن من هذا العام. الحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا العام كتبناش اننا نتشوفوا مع العائلة والصحاب وما نتغافروش، ولكن اللهم لك الحمد. ان شاء الله العام الجاي نتمنى لكم تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا في صحة جيدة وتعد عليكم سنين عديدة إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذه تهنئة من عائلتي الصغيرة لكم من قناة مطبخ الوجدية.